الأرصاد الجوية الأستاذ حسن كراني. أهلا بك أخ حسن، تسمعني؟ هلا وسهلا أخوي سبا. ما رأيك في هذه المفاجأة؟ والله مفاجأة جميلة جدا، خاصة مع قمة إعلامية سبب هبلي. أشكرك شكرا جزيلا، وأنا والله سعيد جدا برؤية إطلالتك من جديد في نشرة الإخبارية، وهذا الفضل فيها يعود إلى إدارة قناة الإخبارية التي حاولت أن تعيدنا مرة أخرى لرؤية المشاهدين واللقاء بهم. أرجو أن تقدم لنا النشرة الليلة كعادتك. أكيد أكيد، الفضل لله ثم لهم. عموما النشر الجوية خلال الأيام القادمة، حالة عدم استقرار تبدأ مع منتصف الغد الاثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، وقوتها تتمركز بعون الله تعالى على الوسطى والشرقية والشمالية الشرقية وعلى المرتفعات الجبلية، وكلما اتجهنا جنوبا حتى منطقة جيزان وعلى الجزء الأوسط من أجواء القطاع الشمالي، مع فرصة لهطول أمطار متوسطة تميل للغزارة يسبقها انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الوسطى. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المختصرة على بعض مدن المملكة على النحو التالي: مكة المكرمة العظمى المتوقع 31 والصغرى 20 درجة مئوية، الرياض 27 19، المدينة المنورة